أول شيء يعني بحس إنه هو عنده إرادة قوية لأنه يستمر هيك وعم يتحارب بالوقت ذاته. بقى هذا شيء كتير حلو، مش مهم شو النتيجة بالأفلام بقدر شو الجهود المحطوطة بالأفلام. هلا يمكن السيناريو في بعض الأفلام بدها شغل أكثر شوي، بس الحلو إنه التصوير حلو والتمثيل حلو، الناس فاتوا بالجو. قلت لك لو القصص هني، لأنه أفلام قصيرة يعني ما فيك كتير تشتغل على القصة، يمكن لو القصة أقوى بالأفلام كمان أكتر بينبسطوا العالم، بس لا كان فيهم نهفات وكانوا العالم عم يتفاعلوا يعني، وهذا شيء كتير مهم.